بالنسبة للموضوعات اللي احنا بنتناولها في الاقتصاد الاجتماعي، هو الموضوع الأول بنتكلم فيه على الدور الاجتماعي للدولة في النشاط الاقتصادي، وخصوصا بعد التطورات الاقتصادية الدولية. الجزء الثاني بنتكلم على مكونات الموازنة العامة من حيث الإنفاق العام والإيرادة العامة. والإيرادات العامة ليها أكثر من صورة، من الممكن أن يكون ضرائب أو رسوم أو ما يطلق عليه الثمن العام. أما الإنفاق العام في غالب الأحوال الجزء الأكبر منه هو عبارة عن الدعم الحكومي. الموضوع اللي بعد كده بنتكلم فيه على الفرق ما بين تعبيرين أو مصطلحين مهمين جدا. المصطلح الأول ما يطلق عليه كلمة الضغط الضريبي، والمصطلح الثاني الطاقة الضريبية. الضغط الضريبي هو ما يتم تحصيله فعلا من ضريبة في مجتمع ما خلال سنة. أما الطاقة الضريبية ما كان يجب تحصيله. الفرق بينهم بيطلع في مصطلح مهم اسمه التهرب الضريبي. الموضوع اللي بعد كده هو مفهوم الجريمة الاقتصادية أو تعريفها وأهم أسبابها، ومن ضمن أسبابها انخفاض المستوى التعليمي وكيفية مواجهتها سواء من جانب السلطة المركزية أو من جانب السلطات المحلية. الموضوع اللي بعد كده بنتكلم على الفساد بأنواعه سواء الإدارية أو الاقتصادية، وأهم الآثار على الإنتاج وعلى الاقتصاد وعلى الدخل وعلى مستوى المعيشة وبطبيعة الحال وعلى التضخم. والفساد من الموضوعات اللي هي متشعبة من الجانب الاقتصادي أو الجانب الإداري. آخر شيء بنتكلم عليه كيفية تأثير نوع الملكية داخل النشاط الاقتصادي أو داخل السوق على القرار الاقتصادي. فأنا عندي ملكية عامة وملكية خاصة. في غالب الأحوال الملكية العامة والملكية الخاصة هما اللي بيجمعوا النشاط الاقتصادي في دولة ما. فكل ما كانت الملكية أكتر كل ما كان القرار في صالح الملكية الخاصة أو ضد مصلحة الملكية العامة والعكس صحيح.